الجناح الأمني اتحال بموجب الإشكالية وأنه من الأول موقعش رفع قضايا بموجب قرارات فتح بحث من النيابة العمومية، معناها لما سقطت الضحايا، وهذه أكبر فضيحة في هذا الملف، وأنه معناها تسند قرارات بالدفن، معناها في بدفن جثث مخربة بالسلاح دون وأنه النيابة العمومية تحرك ساكنا في فتح بحث جزائي، معناها وهذا يتفطن لي بمناسبة قضية القصرين اللي هي وتم التعهد بها من القضاء العدلي وسي لطفي بن جدو شاهد على ذلك، معناها ولم يحرك بدوره ساكن لما كان قاضي، وانطلقت بموجب شكاية بعد شهرين. الإشكالية وأنه تأسست من الأول وكأني بالقضاء العدلي ما تفطنش، وأنه الأمنيين لا يمكن مقاضاتهم إلا على أساس الفصل 22 من قانون معناها سنه مجلس تشريعي القديم تاع الدكتاتورية، واللي هو الفصل 22 من قانون سنة 1982، وهذا القانون لا يمكن تنقيحه إلا بموجب قانون. كنا نتمناه أنه في الفترة الأولى الانتقالية يقع تنقيح هذا القانون باش ما نلقاوش رواحنا في إشكالية الإحالة على المحكمة العسكرية. حق الشهيد واجب، حق الجريح واجب، حق الشهيد واجب. في الكاليفيكاسيون جوريديك اللي هي معناها بهتتني من طرف المحكمة العسكرية، وخاصة في الملفات اللي معروفة فيها القتل، قضايا التالة، القصرين، قضية لفايات، قضية قصر الصعيد، قضية السيدة توفى في حي التضامن، فهو القاتل فيها كان معروف وبشهادة الشهود وبشهادة زملائه. دونك كيف يمكن للمحكمة أن تنتقل من جريمة القتل العمد إلى الاعتداء بالعنف الشديد النجم عنه الموت، وتكييف السلاح الناري كوسيلة عنف عادية؟ أنا هذه دوخت لي مخي. القصاص من عصابة الرصاص، القصاص القصاص من عصابة. اليوم يزيد يسيبوا المجرمة، شو عليه سيبوهم، يزيد يسيبوا. ثم واحد يقتل روح ويسيبوه، ما ثماش راه كان في تونس هنا، كان في بلادنا نحن، كيفاش قتل روح تحكم عليه حكم اللي يستحق عليه؟ هو مسكين يمشي ضحية كاكا، ما دمه يمشي كاكا، بلاش محاسبة يمشي دمه. هذا تحرك اليوم اسمه مسيرة الأكفنة، انطلقت من فضاء محكمة الاستئناف العسكري في اتجاه المجلس الوطني التأسيسي، وهذه المسيرة جاءت بعد وقوفنا جميعا على تلك الفتاوى اللي صدرت نهار 12 أبريل من طرف الدائرة الجنائية الثانية محكمة الاستئناف العسكرية في إطار قضايا شهداء تونس الكبرى تالت تجرمين القصرين والقروان وقضية شهداء صفاقس. بطبيعة الحال المشاركين في هذه المسيرة ما همش فقط المشمولين بالقضايا هذه، لا، كافة عائلات شهداء وجرحى الثورة من أقصى جنوب البلاد إلى أقصى شمالها. منطلقنا في هذه المسيرة هو وقوفنا على أنه ما صدر من فتاوى على محكمة الاستئناف العسكرية هو تتويج ممتاز لصفقة ممتازة طرفيها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. تقديرنا بأنه عندما صدرت تلك الفتاوى القضائية العسكرية شيعت معها جنازات ملف شهداء وجرحى الثورة، وخاصة جنازة العدالة والقانون في تونس. هذاك علاش نحن جينا اليوم للمجلس الوطني التأسيسي طالبين بحفظ ماء وجه ملف شهداء وجرحى الثورة وإنقاذ تابوت ملف العدالة التونسية، تلك العدالة التي مرغتها القرارات الجائرة والمهزلة اللي صدرت على محكمة الاستئناف العسكرية. نحن هنا نحترم القانون ونحترم مؤسسة الدولة، هذاك علاش جينا نطالب بتدخل تشريعي عاجل. راهو اللي صار نهار 12 أبريل شيء يندله الجبين، هو ضوء أخضر لعودة نظام بن علي ولتبييض رموز نظام بن علي ولإحلال الدكتاتورية من جديد. على المجلس الوطني التأسيسي إذن أن يتصدى لهذه المهزلة وأن يحول دونه ودون عودة نظام بن علي. هذاك علاش ربما قانونيا ما عندناش برشا امكانيات متاحه، عندنا التعقيب وربما عندنا استثنائيا استئناف التحقيق لظهور ادله جديده، ولكن تدخل تشريعي عاجل يستهدف مجله الاجراءات الجزائيه حتى يمكننا واحد من تحجير السفر على هؤلاء المبرئين عسكريا، اثنين حتى يمكننا من توقيف تنفيذ هذه المهزله العسكريه وهذه الاحكام العسكريه الجائره في حق الوطن مش في حق الشهداء فقط، وربما قرارات من هذا القبيل بامكانها ان تصوب البوصله. املنا منعقد
مش فقط في المجلس السياسي، في الشعب التونسي الكل، لأنه الآن نحن ما عادش في حضرة عركة عائلات شهداء وجرحى الثورة، نحن في معركة عمودها الفقري هو استحقاقات ثورة 14 جنفي المجيدة، والمدافع الممتاز على استحقاقات تلك الثورة هو الشعب التونسي. هذه مصير الشعب التونسي رهين التحرك هذا. هذاك علاش أنا الدعوة عطيتها للجميع. فرقتنا السياسة كما شاءت وأبت، فرقتنا الدنيا والبلاد كما حبت واجتهت. ملف شهداء وجرحى الثورة قادر على تجميع الجميع بمختلف مشاربهم السياسية، بمختلف مشاربهم الفكرية، وبمختلف أحزانهم وألامهم وهمومهم ومصايبهم. تعالوا، الهم واحد اليوم، بلادنا مهددة اليوم، ثورة تونس مهددة اليوم، ثورة شباب تونس مهددة اليوم، الدم مهدد اليوم، واللي بايع في الدم لا علاقة له لا بالرجولة ولا بالإنسانية. احنا نحكيت اليوم على الأحكام اللي صدرتها المحكمة العسكرية، كي هي ماهيش مؤهلة انها باش تحكم في ملف كي قضاء نتاع الشهداء والجرحى، كانت نجم تتخلى على القضاء على الملف هذا ونديروا على ناخذوا تمشي المحاكم اخرى مدنية، كي انت ماكش مستعد باش تحكم في الملف هذا. بالله بالمناسبة هذه أنا نحبها توصل بالله للحكومة، من حكومة الغنوشي حتى المهدي بن جمعة، نحب نقولهم راكم جريتوا على كراسي لكن ما ثمش انتخابات. ما نعرفوا حق الشهداء والجرحى، شكون اللي قتلهم الناس هذوما؟ نهار اللي نعرفوا الناس هذوما قتلوا راي الناس تجي تنخب 24 ولاية راي ماهيش باش تجي للانتخابات. علاش احنا اليوم لنا على الدستور الفضيحه اللي عاملينه؟ شكون يدعوه لكونه عالم كامل يشهد بالدستور؟ الدستور انا الدستور اللي يحكوا عليه اللي عاملوه، وانا وش يعملوا النواب الداخل في وسط المجلس اصلا؟ مش نعرف انا الدستور اللي عاملوه هذا والقوانين اللي عاملوها باش يسيبوا ناس ضربت بالكرتوش، ناس قتلت تعبات، مش نعرف والله ما عارفين وقتاش باش تفض مشكلتنا، وقتاش باش تخرج من يد السياسيين الحكايه. ما عادش نثقوا حتى في قضاء، لا في عسكري لا في مدني، ما عملوا لنا شيء، ما عالجوناش ابسط الحالات اللي طالبينها والعلاج. ما طلبناش احنا التعويضات، مساجين السياسيين هم اللي طلبوا التعويضات، هم اللي عملوا صندوق الارواح، احنا ما عملناش صندوق الارواح، احنا عملوا لنا كراسي وحطونا في كراسي. أيوة.